بس بتكرر. طيب انت قلت ورقيا كوريا بس على الارض هذه كره قدم، نعم فيها الاحتماليات، كل الاحتمالات وارده. نعم مصدر قوتنا وين بالمنتخب اليوم؟ احنا عندنا، شوف عندك يزن وعندك موسى من العناصر المؤثره. يزن له تصريح بدايه الدوره قال اللي بيغلط قدامي انا خلاص يعني راح 90% يقول، وهو كان بيحكي بثقه مش بغرور. موسى التعمري ثقته بنفسه عالي وامكاناته من الدوري القبرصي لبلجيكا لمونبلييه الفرنسي، ولد محترف ومخه ممتاز. وشفته يمكن في واحدة من المحاورات أربع لعيبة طلع منهم واجه الحارس بصراحة بالعرق. يعني هذا عندهم سونغ هذولا اللي بيلعب بتوتنهام، هذا واحد هداف وسريع وكل الإمكانات اللي بدك إياها عنده، بس ما كانش أداءه قوي بالمباراة الأولى كمان، بده تحجيم. ما هو هي المشكلة، غلطة صغيرة بالثواني بيجي صحيح. صحيح. فأنت إذا استثمرت الفرص ما ضيعت مع طاجكستان اللي طجناهم طج صحيح. واحد كنا ممكن نجيب أربع جوال صحيح. بس كانت الفرص بتضيع. بدنا تركيز عالي، تركيز عالي ونكون حذرين جدا، وهم والمبادرة تكون من عنا، ما ننتظر ننتظر إحنا اللي بدنا نبادر. أنا رأيي الشخصي وهذا ملوش علاقة عموتة فيه، أنه بدنا ندافع من البداية ونعتمد مرتدات، هذا اللي أنا بعتقده، حتى لأنه أنت عندك فريق قوي بدك تعرف كيف احنا من اولها بدنا نفوت ندافع، بدك تدافع من البدايه وتحمي وبعدين تبني هجمه وتحاول توصل للخصم وتهدد.